معكم مشاهدينا في استوديو الآن على شاشة إكسترا نيوز، وكنا نتابع منذ قليل جانب من مؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير بالسودان، تعليقا على هذا المؤتمر الصحفي والوضع في السودان بشكل عام بعد أن سلمت قوى الحرية والتغيير وثيقة للمجلس العسكري لانتقال السوداني بالأمس. تمت مناقشة هذه الوثيقة أيضا بالأمس في مؤتمر صحفي من قبل المجلس العسكري لانتقال السوداني. ينضم إلينا الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية. أهلا بك دكتور. دكتور محمد هل أنت معنا؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إذن يعني هذا المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير في السودان، هناك وثيقة قدمت يعني منهم إلى المجلس العسكري الانتقالي الذي أثنى على هذه الوثيقة كثيرا، ولكنه تحدث عن نقاط بعينها لم تؤخذ في عين الاعتبار من قبل قوى الحرية والتغيير. كيف تصف الأمر الآن؟ طبعا بعد التحية، يعني فيما يتعلق طبعا بقوى الحرية والتغيير وطبعا الوثيقة التي أصدروها اليوم، أنا أتخيل طبعا أن هناك توافق فيما يتعلق بالخطوط العريضة، بمعنى طبعا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على سبيل المثال، الحفاظ على الأمن واستقرار السودان، كلها ربما خطوط عريضة، لكن طبعا هناك بعض التفاصيل التي لم ترد أو التي ربما لم يتم التوافق حولها فيما يتعلق طبعا بالمواقيت، فيما يتعلق بالتوقيتات. نعم هناك مشكلة في الفترة الانتقالية، يرى المجلس العسكري أنها يجب أن تنتهي خلال عامين، وقوى الحرية والتغيير ترى أنها يجب أن تنتهي خلال 4 أعوام. يعني أنا أعتقد طبعا في مسألة طبعا الفترة الانتقالية تحديدا التي اللي يحددها هو ظروف البلد، يعني ظروف السودان فيما يتعلق طبعا بتدشين دستور، فيما يتعلق أيضا بتشكيل ربما سلطة تشريعية أو برلمان سوداني، ثم بعد ذلك انتخابات رئاسية أو العكس، يعني حسبما طبعا يتم التوافق. أعتقد أن كلها أمور لم يتم التوافق عليها أو تحديد ربما الشكل النهائي لها، وبالتالي طبعا أي وثيقة وطنية تحترم إذا كانت تهدف إلى الصالح العام وتهدف إلى مصلحة الشعب السوداني. صحيح، وإذا كان هناك يعني ثقة أيضا بين الأطراف المختلفة أو في هذه الحالة الطرفان دكتور محمد، يعني التوافق يأتي من هذه الثقة، هل تعتقد أنها موجودة؟ يعني أنا أتخيل طبعا أن اليوم ربما قدمت القوى الحرية والتغيير بعض الأمور التي يمكن أن تصب في المصلحة العامة، لكن إجمالا أرى أن المجلس الانتقالي لم يتم ربما التوافق الكلي حول هذه الوثيقة، بمعنى أن بعض الأمور كما أشرت لحضرتك ربما شبه غائبة فيما يتعلق بالشكل العام حتى للحكومة المقبلة، الشكل العام للنظام في السودان، هل سيكون نظام رئاسي أم يكون نظام آخر، يعني هناك أمور عدة لم يتم التوافق حولها. كما أشرت لحضرتك لابد من اجتماع كل القوى الوطنية، ليس فقط ربما جبهة معينة، لكن كل القوى الوطنية لابد أن تتحدث، وأعتقد أن المجلس الانتقالي في السودان حاليا هو مجلس وطني بالاساس، وهو مجلس يسعى لمصلحة السودان، وهو حدد وتحدث من قبل في مسألة انه لا يريد ان يبقى في الحكم مدة طويلة بقدر ما يريد استقراره والحفاظ على امن الدولة السودانية في الفترة الانتقالية، كلها امور حاضرة بقوة، وانا اتخيل ان الفترة المقبلة لو تم التوافق فيما يتعلق بقوى الحرية والتغيير مع قوة مع المجلس الانتقالي، اتخيل انه يتم بذلك عبور مسألة هامة فيما يتعلق بمستقبل السودان. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية. إذا من الشأن السوداني إلى الشأن اليمني نتابع. Thank you.
ما في متابعة للشأن اليمني، استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تحركا قتاليا لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط اليمن. أسفر الاستهداف عن مصرع 5 عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية وجرح آخرين كانوا على متن الطقم. أيضا استهدف طيران التحالف العربي في اليمن تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف شرقية صعدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا. يشار إلى أن مصادر عسكرية كشفت في وقت سابق أن أعداد قتلى الميليشيا الحوثية تجاوز 300 قتيل خلال الأسبوع الماضي في مختلف الجبهات. للحديث أكثر تفصيلا عن الأوضاع في اليمن معنا من عدن نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم وسعداء جدا بمتابعتكم الدائمة للشأن اليمني. شكرا جزيلا لك، ونتعرف منك ونطمئن على الحالة في اليمن والشأن اليمني الذي نتابعه دائما. الآن قوات الجيش الوطني اليمني تستهدف تحركات يعني لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط اليمن، ما هو الوضع الميداني الآن أولا؟ طبعا هناك الآن عمليات عسكرية في أكثر من جبهة كما أشرتم في تقريركم. الآن العمليات العسكرية في البيضاء وهي محافظة في وسط اليمن، بالإضافة للعمليات العسكرية في محافظة صعدة أقصى الشمال اليمني وهي المعقل الرئيسي لجماعة الحوثيين، بالإضافة إلى العمليات الواسعة والكبيرة في محافظة الضالع. أيضا هذه العمليات شملت عمليات دحر للميليشيات في أكثر من جبهة من جبهات القتال. وما أود التنبيه إليه إلى أن أعداد القتلى للميليشيات خلال الفترة الماضية أو خلال الأسبوع الماضي قد وصل إلى أكثر من 700 قتيل وخصوصا في جبهة الضالع. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا في استوديو الآن تابعنا الأوضاع في ليبيا وأيضا في اليمن وأيضا في روسيا وإيران من خلال هذه الساعة وهذه التغطية من استوديو الآن على شاشة إكسترا نيوز. شكرا للمتابعة.